صراحة بصراحة كنا عازمين أن نتأهلوا وحقنا هذا المبتغى هذا. الحمد لله مني جينا المغرب كنا عازمين أن نقدروا نوصلوا ونقدروا نرفعوا الراية المغربية إن شاء الله ونشرفوا أحسن تشريف. المباراة الأولى خسرنا بصفر زيرو، هذا ما تيعنيش أن الفريق ضعيف. الحمد لله داركنا الأخطاء ديالنا ورجعنا في جوج مقابلات، وهذا هو اللي حتم علينا أن ندوزوا إن شاء الله ندوزوا الدور الثمن، ولما لا إن شاء الله نتأهلوا للدومي فينال، ولما لا كاع نوصلوا للفينال إن شاء الله. ما قدرتش نجاوبك على هذا السؤال حيت كل واحد حر في الانتقادات ديالو، حنا تندخلوا للتيران تنوريو داك الشيء اللي علينا والكمال على الله سبحانه وتعالى. الهدف ديالنا هو اول حاجه هو ان نشرفوا الرايه المغربيه ونوصلوا ابعد نقطه، ولما لا نشرفوا المراه المغربيه هنا في استراليا.